اخو مسلم كوزاي ما كويس، انصار مهدي ما كويس، داعش ما كويس، كلكم ما كويسين انت. لكن الدعاة الشرك والكفر بالله جل وعلا هم الصوفية. الآن يدعو الناس ويدعو المسلمين إلى أن يتركوا عبادة الله جل وعلا ويتوجهوا إلى مشايخهم وإلى قبورهم وإلى قبابهم بالعبادة، صح ولا ما صح؟ دايرين انك تخلي الله تبارك وتعالى وتسجد للشيخ وتبرك للشيخ وتدعو الشيخ وتعتقد انه الشيخ بيعلم الغيب وتعتقد بانه الشيخ بيدي الجنة وتعتقد بانه الشيخ بينزل المطر وتعتقد انه الشيخ بينفخ والشيخ ينفع والشيخ يضر، تعتقد العقيدة دي معاهم بقيت صوفي كده، ما اعتقدتها انت وهابي انت ما نافع انت الى اخره انت. والعقيدة دي هي الشرك الصريح، لانه ربنا تبارك وتعالى قال في القرآن الكريم: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والتوحيد ده لا بد في أي مكان، ها يتقال نفس الكلام انت، يتقال التوحيد ويدعو الناس للتوحيد، لأنه البلد دي ماشية لورا، والناس لو خلوا الدين ها وباروا الطرق الصوفية البلد حتمشي لأكعب من كده، أكعب من كده، لأن ربنا تبارك وتعالى قال: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. ربنا عز وجل قال: لقد كان لسبأ سبأ في مساكنهم، وفي قراءة في مسكنهم آية: جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. الله قال: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الله قال: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور. عرفت الشرك بالله جل وعلا بيجيب المصائب، والتوحيد بيرفع البلد، أن ربنا تبارك وتعالى قال: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يلاقيك أي واحد مجرم في البلد دي ولا غيرها يتكلم عن الأزمات، أزمة الدقيق انت وأزمة البنزين وأزمة الرغيف وأزمة التنباك والسجائر وما إلى آخره انت. السبب شنو انت عارف؟ السبب الصوفية ديل داير تاكل وداير تركب مواصلات بالرخيصه هاي، تعال بجاي نقشط الصوفيه دي الاول حاجه. ما قشطتم البلد دي بتمشي لقدام، انتوا افهموا الكلام ده كويس؟ لا انتوا دايرين، انتوا بتاعين فتن ودايرين تعملوا مشاكل بين الناس وتعملوا ضرب واوا، لا ما دايرين مشاكل، لكن ده نوريك الحاصل، داير البلد تصلح هاي، الصوفيه دي الاول حاجه نقشطهم اول حاجه، بعدين طوالي الكيزان اخوان مسلمين انصار سنه ديل كلهم كده شوطه واحده، اول حاجه الصوفيه ديل انت نشيلهم برا، والناس توحد الله جل وعلا وتتبع النبي عليه الصلاة والسلام وتترك البدع والمعاصي والمنكرات والفجور والفسوق. ربنا جل وعلا يرفع البلاء وينزل الله عز وجل رحمته، تتوب إلى الله تبارك وتعالى. وأكبر ذنب عصي الله جل وعلا به في البلد دي الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. أنا دار أديك حاجة مسكول، حاجة بسيطة كده من كلام الصوفية: الشرك والكفر الذي يخرج من دائرة الإسلام. ده كتاب اسمه كتاب الذاكرين، وزارة الإرشاد والأواف، عشان ما يجي واحد صوفي بسروال أخضر وطاقية خضراء يقول لك لا الكتب دي حقتكم انتوا، حقة في خشمك، ده حقتنا وزارة الإرشاد والأوقاف، عارفها بوين؟ طيب كتاب الذاكرين، الأمانة العامة للمجلس القومي للذكر والذاكرين، كتاب الكؤوس المترعة في مناقب السادة الأربعة، ديل سادة انت وفي واحدين بلبن، ديل خطرين مرة واحدة، ناس الشعراني ومين والضيف الله، ديل سادة وديلك بلبن كويس، كلهم ضلال. طيب كتاب قال صفحة 185، ده تأليف الشيخ عبد المحمود بن الشيخ نور الدايم، راجعه ده ما عنده موضوع، هسيبك تعب براجعه
انت محمد سرور ابن الشيخ الحفيان حققه، يتأكد من الكلام يعني، المدني محمد توم كلكم ما نافعين. الصفحة 185 قالوا أيضا، هل قال منو؟ عبد المحمود نور الدايم، رجل طابت به كم من نفوس طابت، عظيم محمود، ده كلام البرعي، تبا له وتبا لمن تبعه. انت افتح بلاغ خد جوا نط الطير شيل عكاز ما بتعمل حاجة. انت قالوا أيضا قد قلت، هل قال؟ ما تقول له نبسته، قال قد قلت، هل قال كده فيه رضي الله عنه وعنا ببركته، الله أعلم. قال إن ضقت ذرعا في زمانك نادي، لو كتمت معاك وضايقت شديد خالد، قال إن ضقت ذرعا في زمانك نادي، قطب الطريقة عنبري النادي، ما عارف نادي برشلونة ولا الميلان، ما عارف الميم. قال لو ضاقت بك الحال، ضاقت بك الحال تنادي منو؟ تنادي قطب الطريقة اللي هو أحمد الطيب ابن البشير. انت زي ما قال البرعي، إن ناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل. انت وفي التلت ناديهم قوموا صيح لهم إلى آخره. تقول أخي ده أول حاجة، أول حاجة يا صوفية اتفقوا، لو اتضايقنا ننادي منو؟ البرعي قال إسماعيل الولي، وده البليد ده قال تنادي أحمد الطيب البشير. ننادي منو هسه؟ اتضايقنا كده هسه دي الضيقة جت، ننادي أحمد الطيب البشير ولا إسماعيل الولي ولا أي ناس باتجاههم براهم. إمتى؟ داق بهناك قال مهما يكن من خطب فقم وانده وقل يا مير غني آتيك بسرعة. إمتى؟ ننادي منو في الثلاثة دين؟ وربنا جل وعلا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. القرآن ده واضح، عشان كده تعرف إنه الصوفية لما تمشي المسجد تتكلم في التوحيد ما بخليك تتم الكلام ليه؟ بشكله وبضاربه ليه؟ لأنه عارفين القرآن ده حار وبوضح وبوريك عبادة الله من عبادة الشيوخ، وأي ذول عاقل على فطرة سليمة يعلم أن منهج الصوفية ومنهج الإخوان المسلمين ومنهج التبليغيين ومنهج الداعشيين ومين ومين كلها طرق ضالة تؤدي إلى جهنم والعياذ بالله. ربنا عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن ورائي متحدثون، أنا أقدم الشيخ الأستاذ أحمد البدوي.